اسامه الف مبروك، فوز صعب جدا. الحمد لله، الله يبارك فيك يا ايمن. اكيد بتلعب فرقه في ملعبها وهم المنظمين البطوله. الشوط الاولاني احنا عملناه كويس قوي، الشوط الثاني حصل هبوط في النواحي البدنيه، تمرير بقى خاطئ، حتى الضغط اللي كنا بنقول ان هم ما بيعملوش الشوط الاولاني وادوا السيطره للنادي الاهلي اتعكست الشوط الثاني، فهو شوط عصيب الشوط الثاني، لكن الحمد لله يعني رجاله النادي الاهلي قدروا يطلعوا بالماتش، ومبروك ليهم ومبروك لجماهيرنا ومبروك لمجلس الاداره ومبروك لكل الناس اللي منتمين للنادي الاهلي. وحاجه بقى مشرفه طبعا ان احنا ان شاء الله نلعب البايرن ابطال اوروبا والعالم، ونتكلم بقى في الاحداث بتفاصيلها مع الوقت يعني ان شاء الله.